تمام. تعالوا نشوف فكرة زي فكرة ذلك الملحد الذي قال أن أهل الدين نزعوا صفات الإنسان منه وأعطوها للإله، فالحل إعادة ذلك للإنسان. متخيل يعني إيه إنسان يعيش في الدنيا يظن نفسه مستغنيا قادرا قهارا وهابا؟ الإنسان بينسب لنفسه هذه الصفات. هنا يحمل الإنسان، وهذا حدث مع الإنسان المعاصر ومن فترة كمان، هنا يحمل الإنسان ما لا يطيق، هذه صفات الربوبية. بل غالب مشاكل الناس النفسية من منازعة الربوبية، أعمال لا يفعلها إلا الرب، يحتاج الإنسان فيها إلى الاستعانة بالله. كثرة التفكير في المستقبل، صناعة الأقدار، يظن الإنسان أنه يستطيع أن يفعل كل شيء. طيب وأنت، ده النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا القرآن يقول: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. في نوع من التسليم القدري لله سبحانه وتعالى، نوع من الاستعانة بالله. إنسان يحتاج إلى قوة، فطر على الضعف، وذكرت ذلك في الدرس الماضي أمسية متشاكسون. الإنسان هو أجوف وبداخله ضعف، هذا الجوف وهذا الضعف الذي بداخله يدفعه دفعا للبحث عن قوة يركن إليها، وغياب هذه القوة التي يركن إليها ويتكئ عليها، هذه القوة مدمرة نفسية. بل بعضهم يقول أيضا الأسباب، بعض الأمراض النفسية، أنه يمر في مرحلة من حياته أنه يخذل ممن حوله كثيرا، وهذا الخذلان المستمر له يسبب له نوع من الصدمات النفسية. ليه؟ لأنه كان يريد أن يتكئ على أحد، ففوجئ بنوع من الترك والتخلي. فتخيل إنسان يعيش في هذه الدنيا بغير دعاء. طب هو عنده مفرق في الحياة، يختار إزاي؟ المؤمن يستخير الله سبحانه وتعالى. طب وعنده مشكلة لا يملك لها حلا، مرض لا يملك له دواء، والبشرية كلها لا تملك لهذا المرض دواء، هذا سيفعل ينتحر. زي ما ذكرت في درس سورة الأشهر قريبا إن شاء الله، في سورة الروم، في قول الله سبحانه وتعالى لفظ: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. تكرار لفظ الإبلاس في سورة الروم مرة في الآخرة ومرة في الدنيا، أن غياب بعض المفاهيم الإيمانية ومعرفة أسماء الله وأن الله قادر على أن يغير، غياب مفهوم واحد قدرة الله على تغيير الأوضاع، وده من المواضيع التي تكلمت عنها سورة الروم، غياب هذا المفهوم الواحد يؤدي إلى حالة الإبلاس. وطبر يقول: أظن مبلسين، قال مكتئبين حزينين قانطين. وراجع كده، اكتب كده مبلسين اللي في سورة الروم وشوف أقوال التفاسير في تحليل هذه اللفظة. هذا التحليل لهذه اللفظة، لفظة الإبلاس، هو محاولة للوصول للحالة النفسية التي يصل إليها الإنسان الذي ابتعد عن اليقين في قدرة الله. تدمير، كيف يعيش إنسان بدون لجوء إلى الله سبحانه وتعالى؟ ده الإنسان اللي له علاقة بالله وبيذنب بيعيش أتعس لحظات الحياة، لأنه هو بيحس إن هو في الهوى، لا يستعد إلى شيء، وبينتظر لحظة توبة، يعني لحظة إعادة الوصال مرة أخرى بعد هذا الانقطاع الذي لو طال يدمره نفسيا، لا يستطيع المؤمن ان يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فتخيل لما فكره خبيثه كهذه الفكره الالحاديه الخبيثه تؤثر البشريه، ويظن الانسان نفسه مستغنيا، يدمر الانسان لانه يعيش حياه تصورات متوهمه خاطئه، فيصطدم سواء بالطبيعه والاحداث والاقدار والابتلاءات، فيشعر بتقلص. اظن كان